من ورا توترك الأسبوع الماضي ما ضل مصيبة إلا ما أجت على راسك. يعني لما بتقلي لي لا تتوتري بصير بتوتر بزيادة وبتذكر قديش أنا متلبكة. ايه طولي بالك علينا شوي. طيب والمسا بدك تروحي مع إياد على عيد الميلاد يا خانو؟ مجبورة. إياد رح يحكي المسا للكل إنه علاقتنا كذبة. والله الحمد لله وأخيرا. أنت كأنك زعلانة ومقهورة إنه هيك رح يصير. لشو بدي انقهر؟ على نهاية العلاقة المزيفة بينك وبين إياد بيك. لا أبدا لا تتوهمي. والله أنا برأيي لازم تفرحي وتضحكي إنك خلصتي منه. وأخيرا خلصت منه هيك منيح. يا الله منك بتول تأخرت من تحت راسك. يا الله منك. أنا اللي أخرتك ولا فتون؟ مو معقول شو طلعتي ما بتقدري الرفقة. أنا لازم أطلع تأخرت. حبيبتي من أول يوم رفيقتك متأخرة على الشغل. لا عن جد متأخرة هالبنت الهبلة. أنت محظوظة هالفرصة أجتك من السماء. عفوا. برافو يا غبية يا فتون هبلة. تأخرت عليكم آسفة. والله عصبت منك الخانو. مو مقبول هالشي من أول يوم. لا تقولوا كتير عصبت. يا الله شو غبية أنا. برأيي روحي اعتذري منها. روح ما هيك. أنت معك حق بس ما بعرف مو عيب من أول يوم اعتذر. رح روح. أنا شو بيخليني متأكدة إنه الحق على الشركة يلي ساوت الأسطوانة. هنن عم يحطوا الحق عليكم. طيب شو ساوي؟ لا ما حذرتي. أنا بدي نسخة عن الأسطوانة اللي طلبتها فورا. ما في منا عندكن حلو كتير لكن بتدبروا حالكن وبتبعتولي إياها لأنه لازمتني اليوم المسا ضروري. كيف؟ ألو يي؟ العمى سكرت الخط بوشي. ماني مصدقة العمى شو هالوقاحة هي وقلة الأدب. ريما. ايه يا خانم. شو عم تعمل هاي البنت عندي؟ بظن انه اجت لتعتذر من حضرتك مو هيك فتون؟ عن شو بدها تعتذر؟ هلا دريت انه حضرتك معصبة مني لانه اليوم تأخرت شوي. بعتذر منك كتير ومعك حق. انا يعني معك ساعتين. معك ساعتين بالضبط. لقيتي لقيتي ما لقيتي بتروحي من هون. كيف يعني روح من هون؟ شلون بدي قلك؟ يعني تختفي من هون وبتتقلعي فورا من الشغل. بس ريما تعي فتون تعي حبيبتي تعي بالإذن. منين بدي جيب منها الأسطوانة؟ انتي بتعرفي وين بيلتقوا؟ يا ريت بعرف بس ما بعرف شي. اليوم اكيد رح اتقلع من شغلي. قالت لي بس ساعتين ما؟ ايه صح هي قالت ساعتين. بعتذر انا عندي شغل كتير. موفقة حبيبتي. اياد اياد الوحيد اللي بيعرف. المشكلة حاولنا نشتري الأرض بس الجماعة ما قبلوا أنه نبيعوا. والأرض مهمة. البيوت اللي هنيك عم تنباع بسرعة بس ما قدرنا نقنعه. عفوا منك. ايه فتون حبيبته اسمها فتون؟ ايه صح اسمها فتون. اياد أنا بحاجتك كتير ضروري. خير شو الموضوع؟ أنا عندي اجتماع ضروري هلأ. فينا نحكي بعد شوي؟ مستحيل. لازم تسمعني ونحكي هلأ. بدي اياك ضروري. أمك طلبت مني جبلة أسطوانة هلأ. أنت بتعرف بهالقصص أنا ما بفهم فيهم ولازم نلاقيها. إذا ما لقيتها أكيد رح يقلعوني من الشغل. بترجاك تساعدني. طيب أعطيني دقيقة واحدة وبرجع بدق لك. دق لي فورا. لك مجد صاحبنا صاير رومانسي. عم يتعلم مني. مع أنه علاقتي مع مرتي مو منيحة. نحن ما عم نتفاهم أبدا. وبدي أتطلق منها عن قريب. بالله جد؟ أنتوا مو غريبين.
في بنت جديدة بحياتي. والله يا شباب حالتي صعبة كتير. هالبنت ردت لي الروح. حياتي تغيرت كتير وصارت أحلى. هي من عمركم تقريبا. حلو. بتعرفوا إني شايفها ومو مصدق؟ إياد أنت بتعرفها، شفتنا مرة سهرانين سوا. لك شو ما تذكرت اللي شعرها كان؟ إيه طبعا تذكرتها، بس وقت ما كنت مركز كتير فلا تواخذني. مجد بدي أطلب منك طلب صغير. لازم تروح هلأ لعند فتو. شو الموضوع؟ في شيء مهم؟ مهم كتير ولازم تروح هلأ فورا. إيه إياد، بس نحن هلأ قاعدين مع رضا بيك. خلص ولا يهمك، أنا قاعد مع رضا بيك ورح نحكي سوا عن المشاريع اللي بيناتنا. بس لو سمحت روح هلأ لعنده يا شريك وساعده. طيب ماشي، وافقت. إياد شغله ما بيخلص يا مجد، لا تاكل همي، يلا روح. طيب بالإذن. معناها شوفك بعدين رضا بيك. أكيد بشوفك، ولا تخلي رفيتك تلهيك عن شغلك. ها أكيد، يلا بخاطر. الله معك. شو أعمل؟ شو ما لقيت بنوب؟ أنا رح جن. يا روحي أنت طولي بالك، أكيد بتلتقى معك. يا ريت بقدر ساعدك، بس ما بعرف. بسيطة، جاي إياد، بدنا نطلع سوا ندور على وحدة. شو هالرومانسية هاي؟ مجد على التليفون. ايه كيفك مجد؟ ايه فتون خانم، جاهزة انتي؟ انت اللي رح تجي؟ ليش، شو مالي عاجبك؟ لا مو هيك القصة، بس إياد كان وعدني. لا، إياد بيك طلع في عنده شغل وبعتني أنا بداله، بدي 10 دقايق وبكون عندك. شكرا كتير إلك مجد، أنا آسفة رح أعذبك معي. خلصنا، يلا جهزي حالك لبين ما أوصل. ماشي، ناطرتك، باي. إياد طلع عنده شغل ومجد رح يجي ياخدني. قديشو مزوق هالمجد، ما هيك عروة؟ والله مزوق ومكتل. ايه مزبوط، مزوق كتير.